صباح الخير، كل سنة وحضرنا الطيب. الأستاذ طارق الخليعي مدير متحف آثار الوادي الجديد، كلمنا على اللي تم النهاردة في متحف الآثار. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وآثاري مصر بخير. النهاردة اجتماعنا أنا والزملاء بداخل متحف آثار الوادي الجديد، عملنا احتفالية جميلة بالعيد الجميل بتاعنا وهو عيد الآثاريين المقرر يوم 14 يناير من كل عام. شكرنا فيه الوزارة على المجهود والاكتشافات والإنجازات العظيمة اللي عملها الدكتور مصطفى وزير والدكتور خالد العناني والدكتور مؤمن عثمان من افتتاح المتاحف، ويعني كان حديث جميل وحديث شيق والتقاء مع كل الزملاء بمنطقة آثار الوادي الجديد. احنا كان احتفالنا إقليمي إنه احنا عرضنا إنجازات أو حصاد عام مضى بالنسبة لمتحف آثار الوادي الجديد ومنطقة الآثار المصرية ومنطقة الآثار الإسلامية في جمع جميل مع أغلب الزملاء الأثريين بمحافظة الوادي الجديد برعاية متحف آثار الوادي الجديد. شكراً.